تفضل أخي أبو علي معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ يا شيخ أنا عندي كمبيالات قيمتها 100,000 ريال، وعلي دين قيمته 45,000 ريال، فهل إذا حال الحول على هذه الكمبيالات أزكيها كاملة أم أخصم قيمة هذا الدين الذي علي؟ نعم الشيخ صالح. طيب نعم، يقول يا شيخ عنده كمبيالات ب100,000 ريال، يقول وعليه دين ب45,000 ريال، إذا حال الحول على الكمبيالات اللي هي ب100,000 ريال كيف يزكي المتبقي؟ إذا كان قضى الدين قبل تمام الحول وبقيت عنده بقية من المال فإنه يزكي الباقي، أما إذا كان حال الحول قبل أن يقضي شيئا من الدين وعنده مال فإنه يجب عليه زكاة المال كاملا لإخراج ربع العشر منه، 2.5%، لأنه توافرت فيه شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب وتمام الحول، وهو يملكه ولم يسدد منه قبل تمام الحول. نعم.